أهلا بكم من جديد. عندما يصل وزن شخص إلى 175 كيلوغراما فالأمر يعني أن هذا الشخص يعاني مشكلتين. الأولى هي البدانة المفرطة جدا بتداعياتها الصحية، والثانية أنه فشلا ذريعا في وقف هذه الزيادة الكبيرة في وزنه بالحمية الغذائية. وهذا بالفعل ما كان يعانيه السيد رضا من إيران قبل أن يضع حدا لتفاقم مشكلته عندما توجه لإسطنبول والتقى ضيفنا دكتور تويجر تويدامير استشاري جراحات السمنة والذي أجرى له عملية تكميم ناجحة. مرحبا، اسمي رضا من إيران. اليوم قمت بمجموعة من التحاليل ما قبل العملية، أخذوا مني دما وفحصني طبيب الأمراض القلبية وأجرى لي التخطيط القلبي ECG، كما أنني خضعت لاختبار التخدير. قدم إلينا من إيران وكان وزنه 175 كيلوغراما قبل العملية. قام بتطبيق نظام غذائي مهم جدا وفقد من خلاله 10 كيلوغرامات، والآن سنقوم بإجراء العملية له بوزن 165 كيلوغراما. المرضى الذين يعانون من سمنة مفرطة زائدة جدا وخاصة الرجال ممن يعانون من تجمع للدهون في منطقة ما حول البطن تكون عملياتهم تقنيا أكثر صعوبة. يبدأ يوم جديد بالنسبة لي، أستعد للعملية. الحياة كانت صعبة قبل اليوم بسبب وزني، أما الآن فأنا أعتقد بأنني أبدأ صفحة جديدة. نسبة الدهون الداخلية تعيق حركتنا، وأنسجة ما تحت الدهون تضغط على آلاتنا وتعيق تحركها، ولكن لدينا خبرة في مثل هذه الحالات. نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في العملية وأن تكون النتائج إيجابية. يوجد لدي قلق بسيط، ولكنني أثق تماما بالطبيب. إن شاء الله ستسير الأمور بشكل جيد. إذن أرحب بضيفي من جديد دكتور تويجر تويدامير، ونلفت عنايتكم مشاهدينا الأعزاء أن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر، كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا ومع ضيوفنا عبر رقم الواتساب المخصص لكم وظهر الآن على الشاشة. أهلا وسهلا بك دكتور تويجر، شاهدنا يعني حالة فريدة، والسؤال قبل أن نعرف تفاصيل الحالة والتي سنتابعها في حلقاتنا المقبلة ونعرف إلى ماذا وصل بالضبط السيد رضا، نريد أن نعرف ماذا يعني أن يزن شخص 175 كيلوغرام، ما المخاطر التي تحيط بهكذا وزن؟ شكرا جزيلا لكم على هذا التقديم الرائع. من ناحية أخرى يعني 175 كيلوغراما عندما ننظر إلى مؤشر الوزن للإنسان فإنه المؤشر هذا وصل إلى 50، معنى ذلك هو أيضا من المصابين بسمنة مفرطة مبالغة جدا، فهذا الوزن ممكن يؤدي إلى عواقب كبيرة، يعني الضغط العالي، السكر، أيضا مشاكل التنفس، انقطاع التنفس، وأيضا الشخير أثناء النوم، وأيضا مشاكل في الركبة، وأيضا هي من الأعراض التي ممكن التي نشاهدها صراحة في الذين لديهم وزن زائد، يعني الذين لديهم 40 مؤشرهم أكثر من 40، فمعنى ذلك يعني وزنهم فوق 150، فإن حياتهم الطبيعية نرى بشكل علمي أن حياتهم تقول يعني الرفاهية فيها تقول، وهناك أمراض أخرى تأتي مثل السكر وغير ذلك التي قلتها. يعني منذ متى أجريت هذه العملية؟ وبالتأكيد أنت تتابع مع السيد رضا، فإلى كم وصل وزنه الآن؟
يعني السيد رضا أنهى الثلاثة أشهر ونصف، وإن شاء الله سأدعوه في الحلقات القادمة. يعني الآن وزنه 122 كيلوغراما، وفقد تقريبا 50 كيلوغراما في ثلاثة أشهر ونصف، 10 كيلوغرام تخلص منها ما قبل العملية. وعندما أجرينا العملية كانت حمية خاصة نحن أجريناها له، وبعد العملية يعني دخل العملية ب 165 كيلوغراما. طبعا هذه الحمية نحن نقوم بحمية غذائية سريعة ببعض السوائل التي نعطيها، هذه التي تقلل من الدهون الموجودة في البطن، وأيضا تقوم بتصغير الكبد، وهذا طبعا يسرع لنا أو يسهل لنا إجراء العملية. والآن ما بعد العملية تخلص من 40 كيلوغرام زائدا من وزنه، ويتحسن كل يوم. وطبعا أعتقد أنه يشعر بسعادة بالغة، يعني فقدان 50 كيلوغرام في ثلاثة أشهر هذا أمر مهم. ولكن يعني لدي سؤال بخصوص تنزيل وزن السيد علي 10 كيلوغرام قبل إجراء العملية، لماذا كان هذا الإجراء ضروريا؟ نعم، سؤال وجيه، لأن السيد رضا السمنة والدهن الموجود في بطنه كانت زائدة جدا. هذا ماذا يرينا؟ أولا هناك مشاكل في الكبد، الكبد كبير جدا عن وضعه الطبيعي، وهذا يؤدي إلى تدهن وسمنة زائدة جدا. لذلك أولا يجب أن نخلص الجسم من هذا الدهن الزائد، وأيضا نصغر الكبد إلى وضعه الطبيعي، وأيضا التخلص من هذه الدهون، وهذا يتيح لنا بعملية سهلة وآمنة أكثر. لذلك الحمية هذه مهمة جدا، ومؤشر الجسم الذي تكلمت عنها الذي كان أكثر من 50، فإن هذه الحمية الغذائية السريعة نجريها لكل هؤلاء، لأن هذه الحمية حمية صعبة ولا نستطيع أن نجريها شهر شهرين، فقط لفترة صغيرة أسبوع أو 10 أيام فقط. لماذا وصل السيد رضا إلى هذا الوزن؟ يعني 175 كيلوغرام ليس وزن هين، أعتقد أنه من بعد 120 حتى يبدأ يشعر بالخطر، فما الذي يجعل شخص يصل إلى هذا الوزن المبالغ فيه؟ هناك يوجد أسباب متعددة، لا سبب واحد لهذا الأمر. يعني لا نستطيع أن نقول أنه اكتسب هذا الوزن الزائد لسبب واحد، ممكن مشاكل نفسية، ربما الحركة أو قلة الحركة، نمط الطعام والشراب وراثيا. يعني البعض يعني نرى أنه ميال وراثيا لاكتساب الوزن الزائد، يعني نرى شخصين يكونوا بنفس الشكل ويقوم بتمارين رياضية بنفس الشكل، ولكن شخص رشيق أكثر من الثاني أو الثاني بدين أكثر من الأول. يعني بالضبط لا يوجد عامل واحد، لكن نعرف أنه وراثيا يؤثر هذا. لكل إنسان لديه سرعة في فيزيولوجية البدن وقدرة على استهلاك الطاقة من أجل التنفس، من أجل التفكير، من أجل نبضات القلب، نحن نحتاج إلى طاقة كما تعلمون، حتى من أجل حركة بؤبؤ العين، فكل هذا نحتاج إلى طاقة. يعني البعض الجسم يستهلك 2000 كالوري من أجل هذه الحركات، البعض يستهلك 3,000 أو 4,000 كالوري. يعني لا نستطيع أن نتدخل بهذه الأمور الداخلية للجسم، لذلك لا نستطيع أن نقول هناك عامل واحد لاكتساب الوزن الزائد. السؤال في حالة رضا أيضا، بما أنها حالة يعني مبالغ فيها طبعا من الوزن، وكما ذكرنا سنتابعها في حلقات لاحقة، نريد أن نعرف يعني لا قدر الله لو لم يكن السيد رضا وضع حدا لتفاقم هذه المشكلة وأجرى معك هذه العملية، ما الذي كان يمكن أن يحدث له؟ في حالة الرضا عندما أتى إلينا كان يعاني من سكر عالي ومن ضغط عالي، وأيضا انقطاع في التنفس أثناء النوم، وكان هو مضطرا لكي يتخلص من هذا الوزن الزائد يعود إلى حالة الطبيعة، وكان عمره ليس بالمتقدم صراحة. عنده كم يعني سنة؟ في 44 من العمر.
يعني هذا المريض أصبحت حالته في خطر، يعني ممكن أن يموت جراء هذا الوزن الزائد، وأصبحت جودة الحياة سيئة جدا. وكما قلت قبل قليل، يعني التحاليل العلمية والبحوث العلمية تقول أن الذين وزنه بهذا الوزن الزائد يعيش 15 عاما أقل من الناس الذين هم بنفس العمر. يعني الوزن الزائد يسبب الوفاة خاصة إذا كان بهذا الشكل. ما هو المتوقع، الوزن المتوقع أو الوزن المستهدف لرضا برأيك؟ نعم، هنا بالنسبة للسيد رضا 90 أو 95 كيلوغرام، هذا هو الوزن الذي نستهدفه، وبعد نهاية عام نرى أننا سنصل إلى هذا الوزن الذي نستهدفه. في خلال عام يصل إلى من 90 ل 95 كيلوغرام، يعني فقدان حوالي 80 كيلو. نعم هذا ما نتوقع، صحيح. يعني أعتقد في هذه الحالة يكون فقد إنسان آخر. نعم بالضبط. يعني وأقول أيضا، هو عندما نتكلم معه لا أحد يتعرف علي، تغير شكلي، يتفاجئون عندما يرون، ولكن ما بعد نهاية العام سيتغير أكثر وأكثر وسيكون وزنه صحيح. أهم النصائح التي قلتها لرضا بعد العملية، وبالتأكيد يمكن أن يستفيد منها يعني كثير ممن أجروا هذه العملية، ولكن في حالة رضا بهذا الحجم، ما هي أهم النصائح التي قلتها له؟ يعني بالنسبة للسيد رضا، نقول له أنه الآن لديك معدة جديدة، معدة صغيرة، هناك حياة جديدة تنتظرك، لذلك يجب أن تأكل أقل، تكون وجباتك صغيرة أكثر، ولكن هذه يجب أن تختار الغذاء الصحيح، يعني يجب أن تتغذى بشكل يعني بجودة عالية. يعني أحاول أن أقول يجب أن نتغذى بالبروتينات، وأن نتخلص من الكربوهيدرات ومن السكاكر. وطبعا الأطباء المتخصصين بالحماية الغذائية يتواصلون معه بشكل مستمر ويعطونه لوائح للتغذية. هذا ما قلته له بشكل عام، يعني هذا لطف من الله. والآن أعكس على حياتك، وكل قليلا وتغذى بالبروتينات، وهكذا أرسلناه إلى إيران. عظيم. طبعا بعدما تعرفنا عن تفاصيل حالة السيد رضا، وعرفنا أنه نزل 50 كيلو جراما في 3 أشهر، وهذا طبعا رقم مهم خاصة لحالته، ننتقل لحالات أخرى من متابعينا الذين يرسلون لنا عبر رقم الواتساب المخصص للسادة المشاهدين. وهذه هدى من مصر تقول: أنا وزني 120 كيلو والعمر 20 سنة، وعندي مشكلة في النفس، والطول 173 سنتيمتر، ما هي نوعية العملية التي تناسبني، وكم التكلفة تقريبيا؟ يعني الأمراض الجانبية للوزن الزائد، لأنه لا يوجد لها سكر وضغط، وبالنسبة لعمرها المبكر، فإنه نستطيع أن نقول أن عملية أنبوب المعدة ممكن أن نجري هذه العملية، إذا حاولت أن تقوم بحمى غذائية ولا تستطيع أن تتخلص من وزنها الزائد، فإنها مرشحة لهذه العملية. اللي هي السليف. هي الستيف. تقريبا تصل إلى 70-75 كيلوغراما. عظيم. أعتقد هذا الرد مناسب لهدى من مصر. حسن من العراق يقول: ما هي مميزات عملية التكميم عن عملية تحويل مسار المعدة عن التحويل المصغر الذي لا أعلمه أنا؟ يعني في الحقيقة العمليتين هما عمليتين من أجل السمنة المفرطة. الأولى تصغير المعدة، نتدخل في المعدة فقط ونصغر من حجم المعدة،
وبعد ذلك نتوقع أو ننتظر أن بعد التخلص من يعني نتخلص من هذا الحجم الزائد للمعدة، فإن الشخص بدل من أشبع بأربع كفتات يشبع بكفتة واحدة، يعني بخمسة وعشرين بالمئة مما كان يتغذى فيه. الثانية هي نصغر حجم المعدة، ولكن الثاني نقوم بتغيير مسار الأمعاء. معنى ذلك فإنه المعدة تصغر، وأيضا الأكل الذي نأكله فإن نسبة الطاقة التي نمتصها من الأغذية هذه تقل. ما هو ما الذي نرجحه؟ إذا كان المريض إذا كان الذي لا يوجد لديه مشاكل استقلابية مثل السكري أو التدهن الزائد، فإن فقط عملية تكميم المعدة أو تصغير المعدة. ولكن إذا كان لديه مشاكل أمراض جانبية، الأمريكيين يقول له هو الأكل القليل ولكن التغذية الكبيرة، يعني امتصاص طاقة أكبر من الغذاء. عظيم. علاء من تونس يقول أنا مهتم بعملية دكتور تويجر، عملية التكميم، ووزني 98، الطول 168، وعندي سكري وضغط، أود أن أعرف المناسب لي التكميم أم تحويل المسار، وهل سيحدث ترهل للجلد بعد العملية أم لا؟ نعم، وزنه ليس عاليا جدا، يجب أن نعرف الطول. إذا كان طوله 150 سنتيمترا مثلا فإنه، ولكن إذا كان 160 أو 170 فإن لا نوصي أن يجري العملية، لأن وزنه ليس بالعالي جدا بالنسبة لطوله. يجب أن يمارس التمارين الرياضية، يعني الذين يسألون يجب أن يعطونا الطول، لأن نحن نقرر وفقا لمؤشر الجسم. يعني إذا كان وزنه 160 170 ووزنه 90 و95 فهو لا يناسب إجراء العملية. أشكرك جزيل الشكر دكتور تويجر تويدامير، استشاري جراحات شكرا. البدانة. ويمكنكم مشاهدينا التواصل مباشرة معنا ومع ضيفنا عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة والمخصص لاستقبال رسائلكم. نواصل معكم وبعد الفاصل. الشيف علي أسطى في ضيافة الحكيم يروي قصة معاناته مع فقدان أسنانه بسبب السكري، وكيف انتهت متاعبه بزراعة ناجحة أجراها البروفيسور يوسف بوراك.